قال عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم خلال افتتاحه لمنتدى الفكر والسياسة بمقر الحزب أن مسألة هوية الدولة الجزائرية حسم فيها الشعب الجزائري ابتداء من رائد النهضة الجزائرية عبد الحميد بن باديس وانتهاء ببيان 1 نوفمبر، مؤكدا أن من يريدون صناعة بيئة ضد الإسلام يعطلون تطور هذا البلد. وكثر خير الشهداء المجاهدين اللي فصلوا في الموضوع في هوية الدولة الجزائرية، بقى ما يبقاش الجدال بيناتنا احنا. وش قالوا لنا؟ قالوا لنا باللي نديروا الثورة علاه نديروا الثورة؟ نديروا الثورة من أجل بناء الدولة. وش هي هذه الدولة؟ دولة جزائرية ديمقراطية اجتماعية شعبية ذات سيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية. خلاص رفعت الأقلام وجفت الصحف، كان لا الجماعة تاع عمار بن يونس ومن على شاكلته ممن يريدون إلهاءنا بمعارك هامشية، إدخالنا في موضوع مواضيع محسومة تاريخيا، محسومة نضاليا، محسومة جهاديا، محسومة بجهاد ثورة التحرير. يحبوا يدخلونا في معارك هامشية ويدخلوا مجتمع كل في النقاش. وطالب مقر القضاء ومؤسسات الدولة بالتحرك بعد صدور كتاب باريس الجزائر علاقة حميمية، معتبرا أن بعض ما جاء فيه خطير. وندعو السلطة القضائية أن تتحرك، ندعو السلطة القضائية أن تتحرك، ندعو مؤسسات الدولة أن تتحرك أمام هذا الكتاب. هذا قصة ما تفوش غير هكذا أكبر. هذا وحذر رئيس حركة مجتمع السلم من محاولة استلام رجال المال والأعمال للحكم، مشددا على أن حركته لن تسمح بأن يحكم الجزائر رجال أعمال.